السلام عليكم ورحمة الله. احذر أخي الحبيب، ضيق الصدر قد يؤدي لمشاكل كثيرة ومنها الموت. الحقيقة هذا ليس كلام عاطفي أو كلام عادي، هذا كلام علمي، وهذه دراسة سنعرضها عليكم لنتأمل خطورة ضيق الصدر، خطورة أن تشعر بالضجر أو الملل، أو تشعر أنك مضغوط نفسيا لدرجة لا تطيقها أو لا تتحملها. هذه المشاعر خطيرة جدا، ويعاني كثير من الشباب اليوم منها للأسف بسبب ضغوط العصر. ولكن القرآن العظيم والسنة النبوية، النبي عليه الصلاة والسلام أعطانا حلولا رائعة لعلاج ضيق الصدر، وكذلك القرآن الكريم. دعوني أولا أتأمل معكم هذه الدراسة العلمية ل University College لندن. تقول: إن الإنسان الذي يشعر بالضجر والملل والضيق، ضيق الصدر خصوصا، يعني يشعر أن الدنيا ضاقت به، ما مصير مثل هذا الإنسان حسب هذه الدراسة؟ يكون أكثر عرضة للموت بنسبة 200%، يعني الضعف. هذه الدراسة أجريت على 7000 حالة، وخلال فترة طويلة من الزمن، خلال 25 سنة، تأكد العلماء أن معظم الذين عانوا، دقق معي أخي الحبيب رجاء، لأن هذا الموضوع يهم كل واحد منا، كل واحد منا يتعرض لضيق الصدر، فإذا لم تجد علاجا سريعا للتخلص من هذه الحالة، والعلاج موجود في القرآن ومجاني تماما وآمن ومن دون ثمن، هو مجرد آيات تقرأها وعقيدة تعتقد بها ونظرة تغيرها نحو الحياة. فهؤلاء الآلاف السبعة وجدوا أن معظم الذين عانوا خلال حياتهم، خلال هذه 20 أو 25 سنة، عانوا من ضيق الصدر، كانت أعمارهم أقصر وحالتهم الصحية أسوأ بشكل عام، وبخاصة القلب. قلبك أيها الإنسان هو الذي يتحمل معظم الضغوط النفسية، وبالتالي هذه قضية خطيرة جدا جدا. يقول العلماء الذين أشرفوا على هذه الدراسة إن أفضل طريقة لإبعاد السأم والضيق والضجر أن يفكر بمعاناة غيره من الأصدقاء والأقرباء، يعني أن ينظر إلى من هو دونه، سواء في الحالة المادية أو في الحالة الصحية أو من حيث الرزق أو غير ذلك. فالحقيقة يقولون إن هذه الطريقة سهلة جدا، أن تشعر بمعاناة غيرك فتهون مصيبتك عليك. هناك شيء آخر أيضا يخفف المعاناة من ضيق الصدر، أن تقضي حوائج الآخرين. شيء غريب أن نسمع هذا الكلام من علماء الغرب الذين تبنوا ثقافة العلمانية والإلحاد، مع العلم أن هذا الكلام موجود في كتابنا قبل 1400 سنة، وسنقرأ الآيات. الحقيقة أمراض القلب، يقول الباحثون وبخاصة هذا البروفيسور مارتن شيبلي وهو مشرف على هذه الدراسة، يقول بالحرف الواحد: أيها الأحبة، كثير من أمراض القلب يمكن علاجها من خلال أعمال البر، الأعمال التطوعية، قضاء حوائج الآخرين، مساعدة الآخرين. فعندما يبخل الإنسان ويصبح شحيحا لئيما بخيلا، لا يهتم بالآخرين ولا يساعدهم، يحرص فقط على مصلحته الشخصية، يصبح أكثر عرضة لأمراض القلب. هذا كلام علمي على فكرة، أنا الآن أقرأ ترجمة الدراسة،
لم نقرأ شيئا من القرآن أو من السنة النبوية. فيقول هذا الباحث إن القلب هو الأكثر تضررا من العزلة ومن عدم مساعدة الآخرين، عدم الإحساس بهم، عدم مراعاة شعورهم، فيصبح مثل هذا الإنسان بلا هدف وأقل سعادة، وهذا يعني تصبح أهدافه حتى تافهة لا قيمة لها، وهذا ينعكس سلبيا على صحة قلبه. واليوم بالفعل نرى أمراض القلب قد كثرت، ونرى بالمقابل أن الإنسان المتسامح المحب للخير للآخرين الذي يحرص على تقديم الخير من دون مقابل نجد بالفعل حالته أهدأ ويعيش حياة مطمئنة، وتجد أنه يعيش عمر أطول ويكسب ثقة الناس من حوله أكثر. إذن أنا اليوم أمام حقيقة علمية، جامعة كلية لندن تعرضها أمامنا عن أسلوب جديد للتخفيف من أمراض القلب والتخفيف من الآلام بشكل عام من خلال مساعدة الآخرين، أعمال البر، قضاء حوائج الآخرين. دعوني أخذكم لحبيبكم عليه الصلاة والسلام الذي لم يغفل شيئا إلا وأخبرنا عنه صلى الله عليه وسلم، لأنه مصدر للخير، يحب لنا الخير. ماذا قال هذا النبي الكريم؟ استمع معي أخي الحبيب، يقول: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه للأعداء يعني، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. سبحان الله، هل الله يحتاج لنا نحن الضعفاء وهو الغني عن عباده سبحانه وتعالى؟ ولكن هنا النبي أراد أن يحفز في داخلك حب مساعدة الخير، مساعدة الآخرين، تقديم الخير لهم، وكأن الله بحاجتك. تأمل معي أخي الحبيب هذا التعبير النبوي الرائع: ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. يعني إذا احتاج لك إنسان في خدمة معينة، في مساعدة معينة، سواء مساعدة مادية أو معنوية، أحيانا الإنسان قد يحتاج لكلمة تواسيه بها، أحيانا المريض قد يحتاج لمكالمة تطمئن بها عليه، أحيانا إنسان يحتاج لابتسامة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: وتبسمك في وجه أخيك لك صدقة. فكأن الله هو الذي يحتاجك ليعلمنا النبي خطورة هذا الأمر، وأن الإنسان الذي يحتاج أخاه هذه قضية خطيرة جدا، للأسف كثير منا يغفلها نحن اليوم. ثم يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. هذا الحديث العظيم أخي الحبيب ملخصه أن أي عمل بر، أي عمل فيه خير، ستجده يوم القيامة عند الله. ولكن من رحمة الله سبحانه وتعالى أن أي عمل فيه خير هناك فوائد عاجلة تتلقاها الآن في الدنيا، والثواب الكبير في الآخرة، أجر الآخرة أكبر وأبقى. فمثل الصيام، الصيام له فوائد طبية كثيرة وثوابه في الآخرة أكبر، الصلاة لها فوائد طبية أيضا ونفسية وثوابها في الآخرة أكبر. طيب، هنا نريد أن نلخص هذا البحث ب يعني آية كريمة يمكن أن تلخص لنا هذه الدراسة.
الله تبارك وتعالى يقول: واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. القرآن يقدم لنا وصفة مجانية رائعة لعلاج ضيق الصدر، لعلاج الضجر، لعلاج الاكتئاب، لعلاج الهموم. أن تكون مع الله ليكون الله معك. والله عز وجل أعطى لنبينا حلا عندما ضاق صدره بالمشركين، كان يدعوهم للخير يقابلونه بالشر. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. طيب ما هو الحل؟ قال تعالى: فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فإذا التسبيح مهم جدا للتخلص من الضغوط النفسية. أعمال البر مهمة جدا للتخلص من الضغوط النفسية. الصبر مهم، التوكل على الله، أن تشعر بقرب الله منك، أن تشعر أن الله معك ولا يتركك أبدا، لا يتخلى عنك. هذا الإحساس أخي الحبيب مهم جدا في علاج مشكلة ضيق الصدر التي تدمر القلب. وبالتالي هنا القرآن يتفوق على العلم الحديث، لأن العلماء يقولون ينبغي أن تقوم بأعمال البر لعلاج ضيق الصدر. طب إذا إنسان ليس لديه ضيق صدر لا داعي أن يقوم بأعمال البر. طب إنسان لديه ضيق صدر وسيقوم بأعمال بر لماذا؟ لا يستطيع. بينما القرآن رسم لنا هدفا عظيما هو مرضاة الله ومحبة الله والثواب العظيم يوم القيامة الذي ستأخذه إن ساعدت أخاك في شيء يحتاجه. والنبي عليه الصلاة والسلام كان أكثر الناس كرما وكان أكثر الناس حبا للخير، حتى كان يضيق صدره ويحزن، ليس منهم، هو يحزن عليهم. لذلك الله سبحانه وتعالى قال: ولا تحزن عليهم. هو لا يحزن منهم بل عليهم، يعني نبي يريد أن ينقذك من النار، ثم تتآمر على قتله كما تآمر قومه وأخرجوه من مكة. لذلك هنا أيها الأحبة، كما أن هذا النبي أحب لقومه الخير استحق أن يكون في منزلة عالية عند الله اسمها الوسيلة والمقام المحمود. نسأل الله عز وجل أن يحشرنا مع هذا النبي الكريم وأن نقتدي به في كل أعمالنا في هذه الدنيا ونكون معه في الآخرة جميعا إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حتى يتبين لهم أنه الحق.